الفصل السادس Wireless Networks. في هذا الفصل سنتعلم مفهوم الشبكات اللاسلكية، وسنشرح بالتفصيل المعماريات المختلفة المستخدمة لبناء الشبكات اللاسلكية، ونتعرف على الأنواع المختلفة من الشبكات اللاسلكية. في الجزء الأخير سنقوم بإكمال الجزء الثاني والأخير من المحاكاة الشبكية باستعمال التول أو الأداة باكيت تريسر، والتي ستكون ضمن جلسة منفصلة. ديفينيشن بالتعريف، فإن الاتصالات اللاسلكية هي برود تيرمز، يعني عبارة عن تعبير عام يضمن كل الإجرائيات وكل أشكال الاتصال والوصل المستخدمة لوصل مجموعة من التجهيزات ضمن شبكة لاسلكية باستخدام إشارات لاسلكية، وتتضمن كل التكنولوجيز والديفايسز التي تعمل ضمن هذه الشبكة اللاسلكية. إن التكنولوجيز المختلفة التي هي من النوع وايرلس تختلف بشكل أساسي عن التقانات الشبكية السلكية بأنها تستخدم الراديو ويفز أو الأمواج الراديوية لنقل الداتا ما بين التجهيزات المختلفة على هذه الشبكة. يمكن استخدام definition للوايرلس نتورك على الشكل التالي، هو عبارة الشبكة اللاسلكية هي عبارة عن شبكة تسمح للتجهيزات الموجودة فيها أن تبقى متصلة بالشبكة وبين بعضها البعض، على الرغم من أن هذه التجهيزات يمكن أن تتنقل أو تتجول دون وجود أي كيبل أو وصلات متصلة فيها. بالمهم بهذا التعريف تحديد الاتجاه أو الهدف الأساسي من الشبكات اللاسلكية، وهو إمكانية استخدامها بشكل أساسي في البيئات التي تحتوي على التجهيزات، هي قيد التنقل أو يمكن لها أن تنتقل أو تتجول وهي ليست ثابتة في مكان معين. تعمل الشبكات اللاسلكية باستخدام الترددات الراديوية. إن التردد الراديوي هو عبارة عن تردد يكون مرتبط مع موجة راديوية، وتقوم بالانتشار بالإلكتروميكانيك سبيكتروم، وهذا الحقل الكهرومغناطيسي يتولد عن طريق مرور تيار يعمل على راديو فريكونسي، يكون موجود أو مزود لأنتنة، هذه الأنتنة من ثم تقوم بنشر هذه الإشارات ضمن الفضاء أو ضمن المنطقة التي تقع فيها بحسب نوع هذا الأنتنة. عملياً الوايرلس نتوركس تتضمن أنواع مختلفة وعديدة من أنواع الشبكات اللاسلكية. كل من الوايرلس لانز مثل الواي فاي والشبكات الخليوية مثل الـ4G أو الـ5G هي أنواع من الشبكات اللاسلكية. معماريات الشبكات اللاسلكية المحلية، يمكن بشكل أساسي تقسيم أو تجزئة هذه الشبكة اللاسلكية ومعماريتها إلى ثلاث أقسام أساسية. الأول هو الوايرلس أكسس بوينت، اختصارا واب، ومن ضمنها أو الأكثر استخداما لها هو البيز ستيشن، الهوست، وأخيرا الوسط أو وسط الانتقال وهو الميديوم أو الميديا. القسم أو الجزء الأول في معماريات الشبكات اللاسلكية هي الواب، وايرلس أكسس بوينت، عمليا تسمى أيضا بشكل شائع أو كثير الشيوع بيز ستيشن، المحطات القاعدية، وهي عبارة عن أساس الشبكات اللاسلكية. الهدف الأساسي من أو الدور الأساسي من الوايرلس أكسس بوينت هو نشر الإشارات اللاسلكية والتي يتم استشعارها وتوليفها للكمبيوترات. عمليا هذه الشبكات اللاسلكية كما قلنا تربط في كثير من الأحيان مع شبكات سلكية، لذلك فإن الأكسس بوينت الوايرلس أكسس بوينت في هذه الحالة يعمل كجيتوي، بوابة، هذه البوابة تقوم بتوصيل هذه الشبكة اللاسلكية إلى شبكة سلكية،
في الكثير من الأحيان هذه الشبكة السلكية هي الإنترنت أو شبكة الإنترنت العالمية. المنطقة التي يتم تغطيتها من قبل الأكسس بوينت عمليا تسمى البيزك سيرفيس اريا بي اس اي، وأيضا في كثير من الأحيان تسمى وايرلس سيل الخلية اللاسلكية. كل من الكول تاورز التي هي موجودة بالسيلولر نتورك والاكسس بوينت التي تعمل بالمعيار 802.11 بالوايرلس لان هي عبارة عن أمثلة عن الاكسس بوينت. فإذا الهدف الأساسي أو المسؤولية الأساسية للبيز ستيشن هي عمليا إرسال وتلقي الداتا باكيتس من وإلى المضيفين الموجودين ضمن الشبكة اللاسلكية التي يعمل فيها هذه الهوست المضيفين، والتي ترتبط مع البيز ستيشن بأسوسيشن ريليشن شيب. عمليا الارتباط مع هذا البيز ستيشن يعني أن كل هوست يعمل ضمن شبكة لاسلكية يكون مرتبطا بأكسس بوينت معينة التي تقوم بتخديمه، أي أن الهوست يرسل كل الفريم إلى هذه الأكسس بوينت، وعمليا هذه الأكسس بوينت هي التي تقوم بإعادة توجيه هذه الباكيت إلى مختلف التجهيزات وباقي أجزاء الشبكة. على الهوست أن يكون ضمن نطاق عمل البيز ستيشن، أي بالكوفرج اريا التي يخدمها هذا البيز ستيشن، وعمليا يستخدم الهوست المضيف هذه البيز ستيشن لتقوم بنقل المعلومات وتخديمه تقديم الخدمات الشبكية لهذا الهوست. عمليا الهوست المرتبطة ببيز ستيشن عادة تسمى البيئة أو الشكل أو المعمارية هي infrastructure mode. عمليا في هذا النوع من نمط المعماريات البيز ستيشن هي المسؤولة عن تقديم كل الخدمات الشبكية التقليدية الموجودة في الشبكات التقليدية لهذا الهوست، مثل الادرس assignment، الراوتينج وباقي الخدمات. المكون الثاني من المعمارية بالإضافة إلى الوايرلس أكسس بوينت هو الهوست. الهوست هو عبارة عن مجموعة من الطرفيات المضيفين التي أيضا تسمى وايرلس نود، وايرلس ستيشن. هذه الطرفيات هي عادة التي تقوم بتنفيذ التطبيقات الشبكية، مثل اللابتوب، موبايل، اي او تي ديفايس، انترنت اوف ثينجز ديفايس يعني، او اي سنسور موجودة ضمن هذه الشبكات اللاسلكية. القسم الثالث أو الجزء الثالث هو الميديا، الوسائط المستخدمة أو الوسيط، وهي عبارة عن آلية الربط أو التوصيل التي تتم، مثل السويتش، الراوتر، أو أي من التجهيزات الشبكية الأخرى التي تستخدم لتوصيل الأكسس بوينت مع بعضها البعض. وتستخدم وصلات الاتصال اللاسلكية لوصل هذا الهوست مع البيز ستيشنز، يعني عن طريق سويتش أو راوترز أو أي من الوايرلس هوست الأخرى. عدد من التقنيات المختلفة يمكن أن تستخدم من أجل هذا التوصيل اللاسلكي، تختلف بالترانسميشن ريت، أو يمكن أن يتم استخدامها للمسافات المختلفة، مساحات الكوفرج المختلفة. فإذا اللينك ترانسميشن ريت والكوفرج رانج هي عبارة عن المين متريك، هي المقاييس أو الصفات الأساسية التي تميز نوع اتصال لاسلكي عن آخر بهذه التكنولوجيز. وعلى الرغم من ذلك هناك من المواصفات الأخرى التي تميز أيضا هذه الميديا أو هذه التوصيلات، مثل البيت ايرور ريت الذي هو يستخدم لمعرفة معدل الأخطاء التي يمكن أن تحدث في هذه الشبكات. الشكل التالي يبين لدينا وايرلس نتورك. نلاحظ مثلا في هذه الوايرلس نتورك لدينا عدد من أنواع الشبكات اللاسلكية المختلفة، إن كانت بناء عليه شبكة خليوية تخدم مجموعة من الموبايلات باستخدام 3G أو GSM، والتي تستخدم الكول تاورز خاص بالشبكات الخليوية. أما في الشبكة الثانية فهي شبكة لاسلكية محلية تستخدم الواي فاي،
وأيضا في هذه الحالة تقوم بتخديم عدد من التجهيزات ضمن هذه الواي فاي، وتستخدم الأكسس بوينت بالمعيار 802.11 الخاص بالواي فاي. ومن ثم يمكن توصيل هذه الشبكات مع بعضها البعض عن طريق مثلا سي دي ان بروفايدر أو أي شكل آخر. سيرفر سيت أو عفوا سيرفيسز سيت هي عبارة عن مجموعات الخاصة بالخدمات. السيرفيس سيت تقوم بشرح أو توصيف كيف أن مجموعة من التجهيزات اللاسلكية يمكن لها أن تتواصل مع بعضها البعض. كل من هذه السيرفيس سيت تستخدم اسم أو معرف يسمى Same Service Set Identifier أو SSID اللي هي Service Set Identifier التي تميز هذه السيرفيس سيت. الـ SSID هو اسم فريندلي، اسم يمكن أن يتم تداوله بالنسبة إلى هذه الشبكة اللاسلكية. وعادة ما يكون هو عبارة عن اسم هذه الشبكة اللاسلكية التي يمكن أن يظهر للمستخدمين أو للهوست التي تكون ضمن هذا النطاق. المهم في هذه النقطة بالـ SSD الذي هو Server Set Identifier والذي كما قلنا يمثل اسم الشبكة، لأنه ليس من الضروري أن يكون يونيك أو نادرا أو وحيدا. لدينا عدد من أنواع سيرفيس سيت المختلفة التي يمكن استخدامها لتوصيل هذه التجهيزات اللاسلكية. الأول هو الـ Independent Basic Service Set IBSS، الـ Basic Service Set BSS، وأخيرا الـ Extended Service Set والتي سنقوم بشرحها تاليا. بالإضافة إلى ذلك كما قلنا أن هناك عدد من المعماريات المستخدمة لتوصيل هذه التجهيزات مع بعضها البعض. المعماريات المستخدمة هي إما Ad Hoc أو Infrastructure. في النوع الأول الذي هو الـ Ad Hoc، عمليا في هذا النوع يكون لدينا مجموعة الهوست الطرفيات الموجودة أو التي تريد أن تتصل مع بعضها البعض تقوم بالاتصال مع بعضها البعض دون وجود Base Station. لذلك أيضا يسمى هذا النوع من التوصيل بالـ Peer to Peer أو الند إلى الند أو النظير إلى النظير. في الـ Ad Hoc Networks عمليا لا يكون هناك أي نوع من الـ Infrastructure التي تسهل عملية الاتصال، وفي هذه الحالة في عدم وجود البيز ستيشن أو الانفراستراكشر يكون على عاتق الهوست أن يقوموا بالخدمات أو توفير الخدمات لبعضهم البعض مثل الراوتينج، الادرس اساينمنت، دي ان اس لايك نيم ترانسليشن والعديد من الأخرى. كل الكمبيوترز أو الطرفيات اللاسلكية التي تكون موجودة بمجال الـ Ad Hoc Network تسمى بالـ IBSS أو الـ Independent Basic Service Set. هنا في هذا الشكل يوضح كيف أن عدد من الكمبيوترز أو على الأقل جهازين يمكن لهم أن يتواصلوا بشكل مباشر كما قلنا Peer to Peer دون وجود أي من الـ Base Station لتحقيق هذا الاتصال. فعليا او عمليا القليل من الشبكات التي هي اد هوك تعمل بالنسبه الى الشبكات اللاسلكيه وتكون على نطاق ضيق. واحد من الامثله على الاد هوك نتورك هي عباره عن كمبيوتر مثلا موصول عن طريق شبكه لاسلكيه عن طريق ادابتر كشبكه لاسلكي مع البرينتر او اي توصيله اخرى وصولا لوايرلس برينتر سيرفر. هنا أيضا نرى أنه ممكن أن يكون هناك أكثر من جهازين عدد من التجهيزات التي تعمل في هذه البيئة، وهذا النوع من السيرفيس سيت يسمى IBSS. الانفراستراكشر وهو الطريقة الأخرى أو المعمارية الأخرى للوصل التي تم البدء ببترها لاحقا سابقا، وهي عبارة عن شبكة لاسلكية. هذه الشبكة اللاسلكية تحتوي على أكسس بوينت، وعمليا الاكسس بوينت هي التي تقوم بتوصيل هذه الباكيت او نقلها بين التجهيزات المختلفه او الطرفيات في هذه الشبكه اللاسلكيه.
معظم الوايرلس لان تستخدم هذه البنية للتوصيل، والتي كما قلنا يكون فيها هذه الكمبيوترات تتصل مع بيز ستيشن. الاكسس بوينت في هذه الحالة هي التي تقوم بإدارة هذه الشبكة اللاسلكية، وعن طريق إعلان وجودها بنشر أو تمرير السيرفيس سيت ايدنتيفاير الاس اس اي دي المعلوم لكل التجهيزات ضمن الكفرج اريا التي تعمل بها. وفي هذه الحالة أي جهاز يرغب باستخدام هذه الشبكة اللاسلكية فعمليا يقوم بإرسال بداية طلب association ارتباط بهذه الاكسس بوينت، وعند قبوله يستطيع استعمال البيز ستيشن أو تقوم البيز ستيشن تقديم الخدمات ونقل الباكيتس الخاصة به إلى الأطراف الأخرى. يمكن للأكسس بوينت أن تطلب أي من المواصفات أو المتطلبات التالية للسماح باشتراك أي زبون في هذا النوع من الشبكة، فمثلا أن يكون هناك Matching Service Set Identifier يعني معرف يتم استخدامه أو طلب الأسوسيشن على هذا الـ SSID، Compatible Wireless Data Rate قادر على نقل الداتا بذات الريت المطلوب، ويمكن أن يكون أيضا Authentication Credential من أجل السرية وحماية باكيت أو نقل معلومات ضمن هذه الشبكة لهذا الزبون. بعد أن يتم قبول هذا الزبون وإنشاء علاقة الأسوسيشن، يكون عندها قادر هذا الزبون بتمرير كافة الباكيت عن طريق الأكسس بوينت إلى أي من الطرفيات أو التجهيزات الأخرى الموجودة في الشبكة. هذه التيبولوجي تسمى أيضا Basic Service Set أو BSS، وكما يبدو في هذا الشكل البسيط أنه هناك على Access Point على الأقل هي التي تكون موجودة بين أي من التجهيزات لتمرير الباكيت ما بين بعضهم البعض. نحن بحاجة إلى معرف آخر إضافة إلى الـ SSID الذي يستخدم من قبل الـ Devices، ويجب أن يكون Unique لكي يستطيع أن تتعرف على كل جهاز ضمن هذه الشبكة. تذكروا أن الـ SSID يعرف الشبكة وهو ليس يونيك، فعمليا للعمل نحتاج إلى رقم تعريفي آخر أو معرف آخر، عادة هو عبارة عن الماك أدريس في هذه الحالة الذي يتم استعماله لهذه الأكسس بوينت، وهو مثلا في هذا المثال معطى على الشكل التالي ويسمى BSSID أو اختصارا الـ ID of BSS. بعض المفاهيم الإضافية التي علينا معرفتها للاستخدام أو فهم عمل الشبكات اللاسلكية. هناك ما يسمى Dead Zone المنطقة الميتة. المنطقة الميتة هي المنطقة التي لا تكون تحتوي على أي coverage في سيستم ما لـ Base Stations، وبالتالي هي المنطقة التي تكون عادة فيها الـ Base Station بعيدة عنها، لا تغطيها، لا تقع ضمن الـ Coverage Area لها. عادة يمكن الوصول أو يمكن حدوث Dead Zones إلى ما كان في سيستم ما اللاي اوت أو ترتيب البيز ستيشن يتم بشكل متباعد، وبالتالي من الممكن أن يكون لدينا مسافات أو مناطق ميتة ما بين هذه البيز ستيشن، وبالتالي لا يكون هناك أي وايرلس كونكتيفيتي ضمن هذه المنطقة الميتة. أوفرلاب على العكس هو عبارة عن المنطقة التي يكون ممكن أن يكون أكثر من بيز ستيشن يتراكب فيها الكوفرج أريا، وبالتالي يكون لدينا أوفرلاب أريا. في هذه الحالة يكون لدينا لجهاز واحد يمكن أن يرى أكثر من أكسس بوينت، وهذا هو السبب الأساسي لعلاقة الأسوسيشن التي تربط بالمعيار 802.11 وتتطلب من كل هوست أن يقوم بعلاقة association مع access point معينة ضمن المنطقة التي يريد أن يعمل فيها.
التعبير الثالث هو الهاند اوفر، وهو مهم جدا وخصوصا في البيئات التي تكون فيها تنقل او الموبايل كومبيوتينج. في هذه الحالة يكون لدينا هوست وهو موبايل قابل للانتقال او التجوال ضمن منطقة ما، وبالتالي هو ينتقل من كوفرج اريا خاصة ببيز ستيشن اولى الى كوفرج اريا خاصة ببيز ستيشن ثانية، وبالتالي على النظام ان يضمن تبديل العمل من بيز ستيشن الاولى الى البيز ستيشن الثانية مثلا، وهذا ما يسمى بالهاند اوفر، التسليم بشكل عام. وهذه العملية أيضا تسمى هاند أوف بالإضافة إلى الاسم هاند أوفر. في هذا الشكل يبين لدينا كيفية عمل الهاند أوفر. نلاحظ لدينا مثلا موبايل ديفايسز كان يتم تغطيته من قبل السل الأولى، الوايرلس سيل أو المنطقة الخلية اللاسلكية الأولى. عمليا هذا الموبايل يقوم بالانتقال عندما يصبح في حال منطقة تسمى هاند أوفر، هي المنطقة التي تكون فاصلة ما بين خليتين. في هذه الحالة يكون يتم رؤيته أو التعامل مع التو اكسس بوينت، رؤيته من قبل التو اكسس بوينت الى النقطه التي يجب، بما انه اكسس بوينت وحيده تعمل عليه، يقوم بفصل الاتصال من المنطقه الاولى والانتقال الى المنطقه الثانيه التي تقوم في هذه الحاله 4G مثلا في هذا المثال بتخدم هذا الموبايل بالسل 2. التعبير الاخير ايضا هو رومينج، التجوال. اذا كان لدينا 2 or more wireless access points مستخدمة لتشكيل شبكة لاسلكية واسعة، فعمليا يمكن لليوزرز الانتقال أو التجوال من أريا إلى أريا ضمن هذه الشبكة اللاسلكية الواسعة مع بقاء الاتصال ضمن هذه المنطقة. في هذه الحالة عندما يكون اليوزر ينتقل من رانج واحد لأكسس بوينت ويدخل إلى رانج ثاني، فإن على هذه الشبكة أن تؤمن الاتصال دون حدوث أي انترابتس أو مقاطعات عن طريق استخدام الهاند أوفر الذي رأيناه في السلايد الماضية. بالنسبة إلى التجوال، فإذا الذي يحدث بالنسبة للشبكات اللاسلكية الواسعة كما رأينا هناك أكثر، لدينا أكثر من أكسس بوينت وفي هذه لتحقيق هذا التجوال. وفي هذه الحالة تسمى السيرفيس سيت بـ Extended Service Set أو ESS، والتي تعبر عن الفيزيكال سبنت التي تحتوي في ذات المنطقة أكثر من أكسس بوينت تقوم بتخديمها. عادة في معظم الأحيان الـ ESS هي تكون موصولة مع Wired Network أو شبكة سلكية. في هذا النوع من الشبكات الـ ESS كل الشبكات التي تكون أو الـ Access Points التي تعرف بهذه الشبكات اللاسلكية عليها أن تحتوي على SSID واحد يتم التعامل معه لتعريف هذه الشبكة الواسعة، وهنا يكون لكل Access Point بـ SSID مختلف ليتم التعرف عليه ضمن هذه الشبكة الواسعة. في المعيار 802.11 عادة ما يسمى الـ Upstream Wired Network، أي الشبكة السلكية عفوا التي يتم الاتصال بها، هي Distribution System أو DS. في هذا الشكل نرى أنه عندما يكون لدينا ESS التي تكافئ مفهوم الشبكة البينية، لدينا عدد من الشبكات التي تتصل مع بعضها البعض عن طريق ليفل آخر أو DS أو الـ Wired Network. هنا أيضا يتم شرح تشابه الـ SSID واختلاف الـ BSSID ضمن كل منهما، وبالتالي نلاحظ الـ SSID هو يستخدم ذات الاسم لتحقيق شبكة واسعة واحدة، وأما ما يميز كل شبكة محلية جزئية عن طريق الـ BSSID الخاص بكل من هذه الشبكتين. الاتصال يمكن في هذه الحالة أن يتم عن طريق الـ DS كما أسلفنا. Types of wireless network. الشبكات اللاسلكية مثلها مثل الشبكات السلكية يمكن أن تصنف إلى عدد من الأنواع.
بحسب المسافات أو المنطقة التي تعمل فيها. فيمكن أن تكون وايرلس نتورك من النوع بان البيرسونال اريا نتورك، أو تكون من النوع لان لوكال اريا نتورك، أو يمكن أن تكون متروبوليتان اريا نتورك مان، أو حتى وان. بالنسبة إلى النوع الأول اللي هو الوايرلس بان، بالنسبة إلى الشبكات اللاسلكية على المستوى الشخصي أو الشخصي، هي عبارة عن شبكات لاسلكية تعمل على short distance، مسافات ضيقة أو قصيرة. وهنا في هذه الشبكة يتم فيها التعامل بعدد من الديفايسز التي تعمل ويتم تشغيلها من قبل single users، يعني مستخدم واحد لديه عدد من التجهيزات ضمن شبكة لاسلكية ضيقة يقوم بتجهيزها أو تشغيلها، مثلا مثل wireless handset مع سيلفون، هي مثال واضح عن الوايرلس فان. عادة في معظم هذه الأنواع الـ Data Sharing Scenarios هنا تعمل على الـ Ad Hoc، وتكون في كثير من الأحيان Spontaneous، يعني عفوية، يتم تشكيلها بشكل مباشر عند العمل. من أشهر التكنولوجيز التي تعمل بالنسبة إلى الـ Wireless Band هو الـ Bluetooth. هو كثير الاستعمال حاليا في هذا الوقت، شائع جدا من أجل الـ Wireless Band، وهو الستاندرد الذي يعمل على نطاق كوميونيكيشن بحوالي 10 أمتار ويستخدم طاقة قليلة، إضافة إلى أن جميع المشاكل الموجودة بالنسبة إلى الاتصال إن كان بالإنفراريد أو الكيبل هي غير موجودة. فمثلا الإنفراريد يتطلب لاين أوف سايت، يعني يتطلب اتصال واضح موجود بين التجهيزات ليتمكن من الاتصال. أما البلوتوث هو فقط يتطلب من التجهيزات التي تتصل مع بعضها البعض أن تكون ضمن منطقة مقبولة ضمن هذه العشرة متر مثلا. بالنسبة إلى البان تكنولوجيز، كما قلنا من أشهرهم هي البلوتوث. إضافة إلى البلوتوث لدينا الانفراريد التي تم ذكرها، وكما قلنا انها تعمل على اللاين اوف سايت مع سمول ديفايسز، قليله الاستعمال حاليا، تعمل بالريموت كنترول اكثر من التجهيزات الحاسوبيه. وايضا النوع الثالث هو الاي اس ام وايرلس. عمليا في الاي اس ام التي هي اختصار للاندستريال ساينتفك اند ميديكال ديفايسز، هو جزء من النطاق الذي يستعمل من اجل التجريب الصناعي العلمي، وايضا من اجل التجهيزات الطبيه، وهي بيئه يمكن ان يعمل فيها هذه الانواع من الديفايسز بشكل وايرلس. عمليا الـ ISM كما قلنا هي عبارة عن النطاقات التي يعمل فيها Wireless Personal Area Network. هذه النطاقات هي على الشكل الثاني معرفة بهذا الستاندرد، هي من 902 ل 928 ميجا مثلا، هنا 2.4 ل 2.484 جيجا، والنطاق الآخر المبين بالشكل من أجل كما قلنا الاندستري والساينتفك والميديكال جروبس. وايرلس بان ستاندرد، كما ذكرنا واحد من أهم الستاندرد هو عبارة عن البلوتوث، والذي له الرقم 802 نقطة 15 نقطة 1 اي. أيضا من الستاندرد الشائعة هو زيجبي ستاندرد 802 15 4. Other standards أو تكنولوجي أيضا هي موجودة مثل ما ذكرنا الانفراريد، إضافة إلى الـ RFID الذي هو الراديو Frequency Identification الذي يعمل مع السنسورز، يعني مع الحساسات، لتشكيل تاج خاصة تعرف هذه الديفايس يمكن له أن عملية تلقي الإشارات أو الداتا من عبر هذه التاج. وايرلس لان النوع الثاني بعد البان، وهو عبارة عن الشبكات اللاسلكية المحلية. الوايرلس لان تشير إلى هذه النوع من الشبكات التي يكون فيها عدد من الكمبيوترات التي تستطيع التواصل مع بعضها البعض. عادة تستعمل High Frequency Radio Waves ويكون لديها Access Points.
الاي تريبل اي، منظمه الاي تريبل اي عرفت معظم الستاندرز التي تعمل فيها الوايرلس لان تكنولوجيز مع الفريكونسيز المختلفه والداتا ريتس المختلفه لعمل هذه الانواع المختلفه او الستاندرز المختلفه للوايرلس لان. من اشهر الستاندرز التي تعمل الوايرلس لان هو الواي فاي وايرلس فيدلتي، وهي عباره عن منظمة غير ربحية تعمل على تجريب وتهيئة الوايرلس إيكويبمنت مع المعايير الـ 802.11. الواي فاي له رينج مسافة تمتد حتى 100 متر، وتمكن من معدلات نقل للداتا أعلى تتراوح ما بين 10 حتى 54 ميجا بت بير سكند. الأشهر من المعيار 802.11 وما انشق منه 802.11 بي و 802.11 جي، وهي التي متوقع لها أن يتم استعمالها بشكل شائع جدا وأن تنتشر بشكل كبير جدا. كل من هذه الستاندرد البي والجي هي غير مكلفة وتستطيع أن تتواجد في المناطق التي تتطلب أو البيئات التي تتطلب بيئات لاسلكية مثل الايربورت، المطارات، محطات القطارات، المطاعم، وكل الببليك ارياز التي تعمل فيها هذه الشبكات اللاسلكية بالنسبة إلى اليوزرز. النوع الثالث من هذه الشبكات هو الوايرلس وان، الشبكات اللاسلكية الواسعة، وأيضا تسمى بالوايرلس برودباند، وهي التي يتم فيها استخدام عدد من السيلز تاورز مثل الشبكات الخاصة بالخليوي. هذه التاورز تقوم بنقل الراديو سيجنالز التي يمكن أن تتراوح ب thousands آلاف من الأميال، وهي أكبر من أكبر الشبكات اللاسلكية. عمليا يمكن أن تقسم الشبكات اللاسلكية الواسعة أو التقانات الخاصة فيها إلى نوعين أساسيين، شبكات الخليوي وشبكات الساتلايت. بالنسبة إلى شبكات الخليوي، صممت بشكل أساسي لتمكين الموبايل كاستمرز يعني المستخدمين الجوالين من الاتصال بشبكة الهاتف السلكية العامة، ولكن هذه الشبكات حاليا يمكن لها أن توفر العديد من الخدمات الخاصة بالداتا والاتصال حتى بشبكات الإنترنت. من ناحية الأركيتكتشر المعمارية في الشبكات الخليوية، عمليا كل خلية لاسلكية تحتوي على تاور، ومجموعة من هذه الخلايا عمليا تتصل مع موبايل سويتشينج سنترز، يعني هالموبايل سويتشينج سنتر يدير هذه الخلايا. السنترز عمليا هو الذي يقوم بتتبع الموبايل يوزر عندما يقوم بالانتقال من خليه الى اخرى، ويقوم بالهاند اوفر او الهاند اوف من خليه الى اخرى ضمن هذه الخلايا. شكل هذه الخلايا يمكن ان يكون مختلفا، الاكثر استخداما لشكل هذه الخلايا اما سكوير او هيكساجون. لنرى هذه الشكل حيث يكون في موقع هذه الخلية هو البيز ستيشن الموجودة. الشكل هيكساجون هو عبارة عن خلية سداسية الشكل، عمليا هذا الشكل ينصح فيه بشكل عالي لتشكيل الخلايا الخاصة بالشبكات الخليوية لأنها تقوم ب بكالكوليشن سهل للعمليات ضمن هذه الخلية، وتؤمن نطاق متوازن من الإشارات لهذه الخلية. فهي تقدم الميزات الأساسية التالية، فهي من أهم مزاياها توفر هوائيات متساوية البعد، إضافة إلى مسافة من المركز إلى الرأس، رأس السل تساوي إلى طول الضلع، وهو مهم جدا من أجل الكفرج. Frequency reuse، أيضا في هذه الخلايا من المهم إمكانية إعادة استخدام الترددات
لضمن الشبكة اللاسلكية التي نعمل عليها. يمكن استعمال إعادة استعمال ذات التردد إذا كانت المسافة بين الخلايا التي تستعمل ذات التردد هي كبيرة بما فيه الكفاية لتحقق تداخلا أصغريا لهذا التداخل. فمثلا هنا في هذا الشكل نرى أنه يمكننا أن نستعمل الترددات في الخلايا التي هي ذات الاسم، مثلا جي مع جي في المركز، وكذلك في باقي المراكز لباقي الخلايا. لاحظ هنا وهنا وهنا يمكن إعادة استخدام ذات التردد. النوع الثاني من الشبكات اللاسلكية الواسعة هي شبكات الساتلايت، وهي عمليا اتصالات تقوم ما بين الأرض وإعادة توجيه هذه الإشارات مرة أخرى باستخدام جهاز مرسل مستجيب، وعادة ما يكون هو جهاز استقبال ومرسل متكامل لإشارات الراديو يستخدم مع هذا النظام الاتصالات المعتمد على الأقمار الصناعية. تتضمن هذه الاتصالات أو اتصالات نقل البيانات، نقل هذه البيانات من نقطة إلى أخرى. فمثلا مع نمو الإنترنت فإن قدر كبير من حركة الإنترنت وخصوصا المسافات البعيدة يتم نقله عن طريق الأقمار الصناعية. هذا ما يجعل مزودي خدمة الإنترنت من أكبر العملاء لخدمات الأقمار الصناعية. النوع الثاني بالإضافة إلى الأقمار الصناعية أو نظام الأقمار الصناعية يسمى VSAT. بالنسبة إلى هذا النوع يستخدم من قبل الشركات والمؤسسات التي تتطلب تبادل المعلومات بمواقعها المختلفة عن طريق الأقمار الصناعية، ولتسهيل ذلك فهي تستخدم الفيسات. فعمليا الفيسات هو تصميم أنتينا يكون عادة على شكل طبق الدش، ما يسمى بالدش بالعامية، وهذا يعني أن هذا الشكل المكافئ شكل الطبق يدعم كون الطاقة الكهرومغناطيسية القادمة من قمر صناعي بعيد يمكن أن تنعكس بنقطة تركيز واحدة عادة تكون مركز هذا الطبق أو الدش. في العديد من الشركات تستخدم هذه التقنية لربط المتاجر المختلفة الموجودة على سبيل على العالم، يعني مولودة متناثرة في أنحاء مختلفة من العالم. فمثلا الصيدليات مثل الوول جرينز أو السي في إس تستخدم اتصالات الفيسات، هناك البيتزا هات، هناك تاكوبيلز، الكثير من الشركات التجارية المهمة وتجار التجزئة تستعمل هذه الخدمات لربط متاجرها المختلفة المتواجدة في أماكن متباعدة من العالم. النوع الأخير GPS، Global Positioning System، وهو أيضا نظام أقمار صناعي يساعد في تحديد المواقع المختلفة العامة على الكرة الأرضية. فنظام تحديد المواقع العالمي GPS هو نظام ملاحة لاسلكي قائم على الأقمار الصناعية، عادة تم تطويره من قبل وزارة الدفاع الأمريكية ولكنه حاليا متاح في جميع أنحاء العالم. هذا النظام GPS يتم استخدامه أو يسمح لمستخدميه إن كانوا في البر أو في البحر أو بين جو في تحديد الموقع ثلاثي الأبعاد لهم وبسرعتهم وفي الوقت، يعني ملائم أيضا لتحديد الوقت على مدار 24 ساعة في اليوم وفي جميع الأحوال الجوية وفي أي مكان بالعالم بدقة، وبدقة صراحة أفضل بكثير من أنظمة الملاحة الراديوية الأخرى الموجودة حاليا أو التي يمكن أن تتطور في المستقبل المنظور. مما يتكون الـ GPS؟ الـ GPS هو عبارة عن constellation بمعنى كوكبة مؤلفة من 31 قمر صناعي متباعدة، يعني محدد موقعها بشكل جيد، تكون متباعدة بطريقة تستطيع أن تغطي كامل الكرة الأرضية وتمكن الأشخاص الذين لديهم مستقبلات أرضية من تحديد هذا الموقع الجغرافي.
عادة دقة المواقع المعطاة في هذا النظام هي من 100 إلى 10 أمتار لمعظم المعدات، وفي حدود متر واحد في الأنظمة أو المعدات الخاصة في الجيش. تستخدم معدات الجي بي اس على نطاق واسع في العلوم منخفضة التكلفة، وأصبحت مهمة جزءا في حياتنا الحالية، وتعد باتصال من الشبكات اللاسلكية. وعلى الرغم أنها لا تعد من الاتصالات المباشرة بالنسبة إلى الكمبيوتر أو الحاسوب، إلا أنها هذه المعلومات تستعمل بشكل كثيف وشائع ومتزايد في شبكات الهاتف المحمول. النوع الأخير من الشبكات اللاسلكية بالإضافة إلى البان واللان والوان هو عبارة عن الوايرلس مان. عمليا الوايرلس متروبوليتان اريا نتورك هي عبارة عن الشبكات اللاسلكية والتي لها حجم نطاق تغطية يقارب تقريبا حجم المدينة. هي تقع بين اللان والوان، وايرلس لان ووايرلس وان، عمليا لذلك هي الوسط ما بين هذين النوعين. تنتمي عادة هذا النوع من الشبكات الوسط على مستوى المدينة إلى كيان أو إلى نظام إداري واحد مثل حكومة أو مزود خدمة إنترنت أو إلى منظمة ما. وعادة في هذا النوع من الشبكات هي تسمح فقط للمشتركين أو المصرح لهم بالوصول إلى هذه الخدمة أو خدمة الشبكة اللاسلكية من هذا النوع. بشكل عام فإن تقنيات المان لم تكن ناجحة تجاريا، فأحد أبرز التقنيات اللاسلكية هي عبارة عن الواي ماكس باستعمال الميكروويف، وهو قابلية التشغيل الديني في جميع أنحاء العالم. هذا المعيار يعطى الواي ماكس ب 802 فاصل أو نقطة 16. تعمل الواي ماكس على نطاق تردد من 2 حتى 11 جيجا هرتز وبين 10 إلى 16 جيجا هرتز، ويمكن لها نطاق يصل إلى مدى 50 كيلو متر بسرعات تصل إلى 80 ميجا بت بير سكند. كما قلنا هذه التقنيات لم تكن ناجحة، أصبحت قليلة الاستعمال حاليا، فإن الشكل التالي يبين لنا المقارنة ما بين هذه الستاندردز المختلفة وأيضا تموضعها أو النطاق الذي تعمل عليه. هذه المقارنة مهمة على الطالب أن يقوم بالتمعن فيها. نلاحظ أن البلوتوث تبدأ من البان هنا ووصولا إلى الواي فاي بالبي والجي، وهن الستاندرز الأكثر انتشارا حاليا، بالإضافة إلى عدد من المواصفات التي تميز كل منهما. فمثلا البلوتوث هو عبارة من أهم ميزاته هو الكلفة القليلة، أما الواي فاي بالتقاني A هي السبيد، فإن السرعة هي واحدة من أهم مواصفاته، وهكذا. هناك تصنيف آخر لشبكات اللاسلكية مهم، هذا التصنيف الآخر يعتمد على كون هذه الباكيت هي إن كانت تمر عبر عقدة أو قفزة وايرلس واحدة، أو تمر عبر عدد من القفزات الوايرلس ضمن الشبكة للوصول إلى الديستنيشن. كل من هذين النوعين إن كان one hop أو multiple hops يمكن أن يكون من نوع الشبكات infrastructure المعماريات أو ad hoc. لذلك لدينا أربع أنواع أساسية. النوع الأول هو single hop مع infrastructure based. في هذا النوع تحتوي هنا هذه الشبكات اللاسلكية على base station، وبالتالي تكون مرتبطة بالbase station لأنها من infrastructure based، وهذه الشبكة اللاسلكية تكون بالإضافة إلى المحطة الأساسية التي تعمل فيها تكون مرتبطة بشبكة سلكية أكبر مثل شبكة الإنترنت مثلا. بالإضافة إلى ذلك فإن جميع الاتصالات تتم ما بين هذه المضيفين اللاسلكيين الموجودين في هذه الشبكة وعبر هذه المحطة الأساسية عبر قفزة لاسلكية
واحدة فقط. في شبكات 802.11 المستخدمة بشكل كثيف، إن كان بالفصول الدراسية، في المقاهي، في المكتبات، كلها تستخدم هذا النوع الذي هو كما قلنا infrastructure ولكن بسنجل هوب. كل شبكات البيانات 4G LTE هي أيضا تقع ضمن هذه الفئة، فإن الغالبية العظمى من تفاعلاتنا اليومية تكون من قبل أو مع قفزة واحدة، وتكون مع الشبكات اللاسلكية القائمة على البنية التحتية أي بوجود البيز ستيشن. في النوع الثاني هو عبارة عن سينجل هوب ولكن مع آد هوب. هنا في هذا النوع لأنها آد هوب، هذا يعني أنها لا تحتوي على بيز ستيشن في الشبكة اللاسلكية، ولكن بما أنها تشتغل سينجل هوب فإن بدلا من ذلك تقوم إحدى العقد الموجودة في هذه الشبكة بدور الكوردينيتر المتعاون أو المنسق لعمل الترانسميشن أو النقل، وهو من يقوم بنقل هذه الباكيت بقفزة واحدة إلى العقد الأخرى. مثلا تقنية البلوتوث تستعمل هذا النوع، والتي هي تقوم بربط مجموعة من الديفايسز الوايرلس الصغيرة مثل الكيبورد والسبيكرز والهيدسيت عبر قفزة واحدة مع شبكات هي لا تحتوي على بيز ستيشن. هنا في هذا النوع من الشبكات تعمل بنموذج الماستر سليف، وهنا الماستر يقوم بدور الكوردينيتور لهذه الشبكة. النوع الثالث هو بدلا من السنجل هوب بدأنا بالمالتي هوب ولكن انفراستراكشر بيزد. عمليا في هذا النوع من الشبكات بما انها انفراستراكشر بيز فهي تحتوي على بيز ستيشن التي تصل هذه الشبكات الى شبكه سلكيه اكبر. عموما في هذا النوع من الشبكات فان العقد اللاسلكيه هنا تضطر هذه العقد اللاسلكيه احيانا الى تنحيل او الى الاتصال نقل الداتا باكيت الى عقد اخرى قبل الوصول الى هذه البيز ستيشن. في هذه الانواع اذا تكون هناك اكثر من هوب وبالتالي مالتيبل هوب، على الرغم من وجود هذه البيز ستيشن. الكثير من الوايرلس سنسر نتورك شبكات الحساسات تعمل بهذا النمط على شكل مش، اي تنتقل من عقبه الى اخرى قبل الوصول الى البيز ستيشن. الكثير من الشبكات التي تعمل في المنازل هي تحت هذه الفئه. النوع الرابع والاخير هو مالتيبل هوب ولكن اد هوب، بما معناه لدينا في هذا النوع من الشبكات اكثر من قفزه تقوم بها الباكيت قبل الوصول الى الديستنيشن ولكن بعدم وجود بيز ستيشن. وبالتالي هذه الباكيت عندما تنتقل من السيرفر الى الريسيفر يمكن ان تنتقل عبر عده قفزات، عده نود، يعني عده عقد شبكيه قبل الوصول الى الديستنيشن. بالاضافه في هذا النوع من الشبكات يمكن لهذه العقد ان تكون متنقله موبايل، هذا يعني ان الكونكتيفيتي تختلف بين هذه العقد. من اشهر الشبكات أو نوع من الشبكات الذي يعمل بهذه الفئة هو عبارة عن الموبايل أد هوك نتورك يسمى مانت، تسمى المش نتوركس. هذه المش نتوركس هي تعمل ما بين الفيكل المتنقلة وتسمى في شبكات الفيكل أد هوك نتوركس أو الفان نت. في هذا النوع تكون العقد المتنقلة في هذه الشبكة هي سيارات، ولذلك تسمى شبكة النقل ما بين هذه السيارات المختلفة. بهذا نكون قد انهينا الجزء الخاص بالشبكات اللاسلكية. يبقى لدينا الجزء الخاص بالمثال الأخير عن استخدام الباكيت تريسر، والذي سيكون مثار النقاش في الجلسة الأخيرة من هذا المقرر.